مراسل من البارح واحنا نعيش على اخبار ووقائع نتاع حريق كبيره قاعده تصير في الجمهوريه التونسيه، منهم حريق سجنان في بنزرت، وين افاد العميد كمال مليتي المدير الجهوي للحمايه المدنيه في بنزرت البارح بانه تمت السيطره بنسبه هامه على الحريق اللي اندلع في منطقه الحكاره جبل الشوشه في معتمديه سجنان. شنو اللي صاير بالضبط في ولايه بنزرت؟ نحبوا ناخذوا اكثر تفاصيل من مراسلنا على عين المكان بدر الدين عرعار، مراسل ديوان افام في بنزرت. بدر الدين صباح النور، مرحبا. صباح الخير سماح، احلى صباح ليك ولكل الساده المستمعين وكل المتحقين الان. يا سماح مرحبا بيك بدر الدين. هو بالفعل كما نقول هو طقس سخون في ولايه بنزرت، وطقس سخون برك خلينا نقولوا زادته النيران في معتمديه سجنان. خلينا نحكيوا على سجنان، البارح في حدود منتصف النهار كانت النيران معناها اشتعلت بمنطقه جبل الحكاره الشوشه بسجنان. النيران هذه في البدايه كانت ربما في رقعه صغيره، لكن مع مرور الوقت وخلينا نقول مرور الوقت والرياح الشيلي اللي كانت تهب البارح على معتمديه سجنان انتشرت النيران هذه، انتشرت في مساحه كبيره، وخلينا نقول حسب التقدير لحد الان المساحه هذه فاتت 25 هكتار في انتظار خلينا نقولوا يا سماح ربما الحصيله النهائيه. البارح كانت وحدات الحمايه المدنيه وكان السيد العميد كمان مليتي كان على عين المكان واستنفر كل الجهود معناها وحدات الحمايه المدنيه من خلال توفير 6 شاحنات اطفاء كبيره، وكذلك هناك اداره الغابات واعوان الغابات كانوا ساهموا في اطفاء الحريق، وحتى الفلاح من الطف الله سماح خلينا نقولوا كونوا الحرائق هذه رغم قروبها خلينا التجمعات السكنيه لانه ما وصلتش للتجمعات هذه اليوم هي معناها حرائق إلى حد الآن مازالت خلينا نقول مازالت متواصلة نظرا لكون هناك بعض الجيوب هي تمت السيطرة، لكن بعض الجيوب النيران موجودة كما قلت في الجبل هذا، وخلينا نقول لك طبيعة الجبل هذا كونه طبيعة تضاريس صعبة وصعبة جدا. فما حصاروا لكوب تو باش ما يوصلوش معناها التجمعات السكنية، وحتى حدث الحمايه المدنيه كانت ركزت العمل نتاعها بمحيط التجمعات السكنيه، نعرفوا ربما يشعل الجبل وما نسجلوش معناه خسائر بشريه، هذا ديما يكون اقل حد هي خلينا نقول لك واقع كبيره. اليوم كما نحكي اليوم على اكثر من 25 هكتار، وربما الحصيله النهائيه باش تكون اكثر من 25 هكتار في انتظار خلينا نقول لك عمليه السيطره كليه، هي سيطره بنسبه 90% الى حد الان. مازال فما حريقه موجوده. صحيح يا سامح مازالت الحريقه موجوده كما قلت لك، راهو طبيعه الجبل هذا معناها خلوا له الغابه الشعراء الحشيش القصير في الكليل والزعتر والاشجار معناها القصيره هذيك تاع الشوك معناها هذيك الجبل والجبل الصعيدي حتى الشاحنات باش تدخل، ونعرفوا حتى وسط الجبل هذيك ثم جيوب من النار الى حد الان قاعده تشتعل، وربما وحدات الحمايه المدنيه مازالت خلينا نقولوا ما تمنتش معناها هي السيطره صارت سيطره كليه حسب ما افدنا به العميد كمال مليتي المدير الجهوي للحمايه المدنيه، لكن خلينا نقولوا لتفادي خلينا نقولوا مفاجاه، نعرفوا المنطقه هذه فيها رياح شيري ديما، وعاده هي جايه كما نقولوا في الخليج معناها ديما ثم الرياح موجوده، حتى كان طقس سخون كما اليوم اما ثم رياح، وللاسف صباحا منذ اليوم الصباح في حدود معناها العاشره تقريبا معناها زادت حركه الرياح، وربما هذه بتزيد السير. اللي نطمنوا الساده المستمعين بكل متحققين الان كونه لم نسجل خسائر بشريه والحمد لله. بالنسبه لتقدير الخسائر الماديه في انتظار خلينا نقول لك السيطره الكليه على الحريق هذا اللي ان شاء الله خلينا نقول ان شاء الله اليوم تتم السيطره عليه، وكذلك معناها تتواصل عمليه التبريد، وباش تكون عمليه التبريد خلينا نقول راهو بحسب الاخصائيين في معناها الحمايه البدريه كون عمليه التبريد بالنسبه لمثل هذه الحرائق تدوم حتى ايام يا سماح. متأكد لنا ما فماش خسائر بشريه، فما نار خلطت للديار ولا لا المحاذيه؟ سماح نقولوا قربت، اما ما خلطتش للديار، بالنسبه للديار والحمد لله ما خلطتش، علاش انا قلت لك راهو السيد العميد كمال مليتي كان ركز وحدات المدنيه في محيط المنازل هذه
هذه لا سبيل إليه باش تقرب النار للمنازل. والحمد لله فهمتي، هي تجمعات سكنية صغيرة، مش تجمعات سكنية كبيرة في المنطقة هذه والجبل هذايا. الناس نعرف فما ناس فلاحة، نعرف فما ناس تربي في الحل، أكيد باش تكون هناك أضرار بالنسبة للحيوانات ولا على غرار الأبقار، ونعرفوا اللي فما معناها بيوت الحل موجودة في الجبل هذايا، ونعرفوا زاد المنطقة هذه الأهالي تاع المنطقة هذه يربوا النعز برشا، يربوا النعز برشا، والنعز هذا يكون موجود في الجبل إن شاء الله ما تكونش معناها أضرار كبيرة كذا شاهدناها قبل وسامح. خلينا نعرجوا ونرجعوا، راهي مثل هذه الحرائق مش السنة الأولى اللي تصير. هذا أنا اللي كنت باش نسألك بدر الدين، خاطر باهي توا نستناو التقرير النهائي للحماية المدنية، وكلنا ثقة في التقارير اللي قوموا بها، لكن كما قلت أنت ماهوش جديد، ماهوش أول عام لهنا. ولينا نسألوا احنا بلادنا فما برشا دي جون مغرومين بالكامبينغ، مغرومين باللي غاندوني في الجبولات، يمشيو يتلموا، نعرفوا المشوى والجو والماكلة في الغندوني. الأسباب متاع حتى السنوات اللي فاتت هي أسباب بشرية ولا أسباب طبيعية بدر الدين؟ هي أسباب عديدة متعددة، فيها ما هو بشري وفيها ما هو طبيعي. خلينا نحكي على الأسباب الطبيعية. نعرف معناها كل ما ترتفع الحرارة وحرارة تكون مرتفعة جدا تصير مثل هذه الحرائق. نعرف بعض الفضلات اللي تم إلقاها على غرار الزجاج والمسألة هذيك، ولا الناس في الكامبينغ ولا حاجة. أما رو أسمع من بعد حكيت في الكامبينغ، خاطر بالنسبة للمنطقة هذه راهو غير ممكن معناه مش ممكن، وحتى راهو نحكيو بالنسبه للكومبينغ راهو بتراخيص من الحرس الوطني، معناها غير ممكن بشبه. بالنسبه فما حاجه اخرى راهي سامحني نحكيوها، بالنسبه للسابق فما معناه كيما نقولوا الجانب الارهابي. فما بعض العمليات ودخلت حتى في نشاط ارهابي كونه معناها بس البلبله والفوضى في تونس. فما كذلك ما هو بفعل فعل تغيير صبغة العقار. نعرف الأماكن هذه وعلى غرار نشير حمادة في مناطق بنزر الجنوبية والمنارة، هذه تعتبر من أجمل الأماكن في ولاية بنزر، عادة ما تصير فيها حرائق هي في انتظار أبحار، ونعرفوا الأبحاث ونعرفوا برشا قضايا معناها تم فتحها، محاضرة تم فتحها، لكن للأسف ما توصلناش للفعل الحقيقي. لكن حسب معرفتي بالجهة وحسب معرفتي بالأهالي كونه برشا عباد يقوموا بإشعال هذه المناطق لتغيير صبغة العقار من صبغة قولوا غابية باش يولي معناها مش فما غابة، كي تولي معش فما غابة تولي معناها الأرض هي ينجم ولاه يتصرف فيها ويبيعها. وشفنا معناها بناءات ضخمة وضخمة جدا اتقامت في الأماكن اللي بعد ما اتشعلت في السابق. هي كلها خلينا نقول فما تصورها. أنا عندي سؤال آخر، أنا خاطر نعرف في ولاية بنزرت فما برشا اللي هما يخدموا بالحطب ويدخلوا في البتة الكبيرة، وفما معامل اللي تخدم بهذية مش يساعدهم، لكن كيف تصير حرائق من نوع هذا حتى البتات اللي كانت واقفة تصير البتة بدر الدين؟ هي صحيح يا سيدي، هذيك الصحة يا شيخ جدنا، هي صحيح المسألة هذه ومتوقعة وممكنة، خاطر فما راهو مافيات كبيرة تخدم في الأمور هذه. راهو هاني قلت فما مافيات تاع حطب وفما مافيات تاع أراضي، راهو فما أرض أراضي معناها ذات صبغة غابية تكون كين جميل وجميل جدا، أنت صاحب العقار ما تنجم تتصرف فيه. وقتاش نجم نتصرف فيه؟ وقت نصف الغابة وتولي ما عادش فما غابة. هذايا جانب. فما جانب كيما تحكي أنت المافيا هذه نحكي فيها تاع الحطب. فما جانب آخر كيما قلت أنت كذلك، ربما التقصير ولا ربما بعض الإهمال والسهو بين ظفرين بالنسبة معناها لشبابنا ولا الناس اللي تمشي للكومبينغ دوما ولا القاء الفضلات على غرار الزجاج داخل معناها الغابات هذيا. وكان في السابق وان شاء الله لا يعاودهم لا يمت هذوكم، كانت بعض العمليات معناها عرجت كونها تاتي في اطار العمل الارهابي. فما بعض خلينا نقول التنظيمات بين الظفرين وبعض الاشخاص قاموا في السابق باشعال النار داخل غابات الجبال. ونذكروا الحريق معناها الهائل اللي صار معناها في 2019 في غابه جنان، ومعناها حريق دام قرابه الاربع ايام والناس تطفي فيه. اليوم ان شاء الله اليوم تتم السيطره على الحريق هذا، وان شاء الله ما عادش نشوفوا مثل هذه الاشياء. سامح ولو انه مستبعد المساله، خاطر كل عام ونقول ان شاء الله ما عادش نشوفوا ومعناها تصير مثل هذه الحرائق. على كل تحيه شكر معناها لعوان الغابات، تحيه شكر لعوان الغابات، تحيه شكر للمواطنين التوانسه الاحرار اللي ما يحبوش في غابتهم ما يحبوش في بلادهم، وقاموا معناها ودخلوا وساعدوا مجهودات الحمايه المدنيه. سامح ونحكيو كذلك نقطه اخيره على حراس الغابات بدر الدين عرعار، على خاطر ساعات احنا بينا ما نفهموش، نلقاو جبل وغابه كبيره
وتلقى حارس موجود على طول العام. فما حل في الملف كبير برشا، ملف حرس الغابات. أي. ملف الحرس الغابات منذ 2011. ما أنتي حكيت لي عادة على التنظيمات أنا. وقت التعيينات اللي صارت وكل أشياء يجب مراجعتها إلى حد اليوم هذا. معناها الملف مش من نحكي فيه برشا، لكن خليني أقول لك معناها نقص في الإطار البشري. خليني أقول لك هو ما هو ثابت، كون هناك نقص في الإطار البشري. اليوم إذا كان تلقى مساحة غابة كبيرة برشا، تلقى حارس غابات، وأحيانا يكون رجل مسن معناها ورجل كبير في العمر، ما ينجمش وما عندوش الذات العدلية. خليني أقول لك حتى باش ينهي عبد يقول له نحي ولا واحد، ما ينجمش، فهمتي؟ ما عندوش الذات العدلية. إذا يلزم برشا حاجات معناها تتغير، برشا إجراءات تتغير، معناها لحماية الغابة وحماية المواطن. اليوم الأسف لله نحكي مفاتك ما سجلناش ربما أضرار بشرية. واضح بدر الدين عرعار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.